هذا يسأل عن بلوغ الحجة وفهم الحجة. من بلغته الحجة، بلغه القرآن وهو عربي يفهم اللغة العربية، قامت عليه الحجة، لأنه بلسانه بلغ القرآن بلسانه وهو يعرف اللغة العربية. أما الأعجمي اللي ما يفهم اللغة العربية، هذا لا بد يفسر له القرآن، لا بد يترجم معنى القرآن، يترجم له معنى القرآن، فإذا ترجم له قامت عليه الحجة.